قام سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بتتويج أبطال التنس الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة البحرين الدولية التاسعة لناشئي التنس، وذلك في الحفل الختامي للبطولة والذي أقامه نادي البحرين للتنس تحت رعاية سموه بحضور سعادة السيد صالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة، وسعادة هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة، وعدد من المسؤولين وأصحاب السعادة السفراء وعدد من جمهور ومحبي رياضة التنس. وبهذه المناسبة رحب سموه بالمشاركين في البطولة التي شارك فيها أكثر من 100 لاعب ولاعبة يمثلون 38 دولة من مختلف دول العالم في مملكة البحرين التي تستقبلهم في هذه التظاهرات الرياضية المتميزة، وتجمع ناشئي رياضة التنس الأرضي وتسهم في تطوير مستوياتهم الفنية. وعبر سموه عن تقديره للاعبين المشاركين في البطولة ومساهمتهم في إخراجها بصورة متميزة وبما أبدوه من روح رياضية، مشيدا بالمستوى الفني لأدائهم، كما نوه بجهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي. وقدم السيد خميس محمد المقلى رئيس نادي البحرين للتنس هدية تذكارية لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وهي عبارة عن لوحة تجسد تاريخ البطولة منذ نشأتها. هذا وألقى المقلى كلمة أكد فيها اعتزاز نادي البحرين للتنس بتنظيم بطولة البحرين الدولية لناشئي التنس للعام التاسع على التوالي، مشيدا باهتمام القيادة الحكيمة حفظها الله بقطاع الرياضة والرياضيين واستقطاب الفعاليات على أرض المملكة، وبحرص سمو نائب رئيس مجلس الوزراء على رعاية هذه البطولة سنويا ومنذ انطلاقها للمرة الأولى في عام 2009، حيث أن رعاية سموه هي من أهم عوامل استمرار ونجاح هذه البطولة عاما بعد آخر.